كتير. ماشي؟ في ايه يا دعاء؟ مالك يا اختي كده حايسه وليصه مش على بعضك؟ يلا يا ماما خش البسي عندنا شغل. شغل ايه يا بنتي؟ انت ازاي هتنزلي الشغل وانت في الحاله اللي انت فيها دي؟ انت برضو مصممه يا دنيا؟ يا اختي ما كله قرف وتعب واحد، وما دام تعب بتعب يبقى نختار التعب اللي فيه مصلحتنا يا اختي. ده ايه الحكم دي كلها؟ الدنيا بتعلم يا دعاء، والكباري يا اختي بيعلم اكتر. يلا يا ماما خش البسي عندنا شغل. يا ريتني ابقى زيك يا دنيا، مش فارق معايا حاجه. الحق حسام بيه. فيها برع الواد زين عامل مصيبه في الصاله. مستشفى يا بنت. بتضحكي عليا؟ انت بالذات تسكت خالص يا ابني. خلاص يا عزام بيه، خلاص حصل خير. المرد بره اللي هيعرب منه وكسر له دماغه. ايه في ايه يا اخوانا؟ في ايه؟ عاجبك يا سعاده اللي بيحصل ده؟ حربي خد زين واطلع لنفتي. يلا يلا بينا زين. يلا زين يلا اطلع يا زين. بقول لك ايه، عايزك تاخد الرجاله وتطلع ورا العيال دول، تتاكد انهم خرجوا من الكباريه، والواد اللي اسمه زين ده رجليه ما تعتبش كبري تاني. يلا. ايه يا عزام؟ في ايه يا عزام؟ ما انت فاهم الظروف يا اخي. وز الشيطان وخلصت. وز الشيطان؟ انا اللي غلطان سمعت كلامك وادخل الاشكال دي الكباري عندي، بقى الكباري بتاع عزام. يحصل فيه كده؟ خلاص يا عزام خلاص. ماشي يا عنتر ماشي، انا هصبر بس لحد الظروف دي ما تعدي، وبعد كده انا ليا تصرف معاه. بلغ صاحبك الصايح ده الأيام بيننا، وبعد كده هعرف أخد حق تالت ومتلت منه. إيه ده يا زين؟ إيه ده كده؟ هوقف أتكلم معايا أمال؟ الله، قلت لك أسر دعاء عن دنيا يا حاج، عملت لي ودن من طين ودن من عجين. محدش بيعمل حاجة غصب عني. ماشي يا حاج، وأنا كمان هعمل اللي في بالي، ومحدش هيمنعني يا حربي. استنى بس يا زين، الله، أنت كده هتبوظ لنا كل حاجة. إن شاء الله هتخرب. انا هبعد دنيا عن دعاء يا حرب، ان شاء الله اقتلهم هما الاثنين. استنى بس يا عم زين. الله وقفني يا حرب. يا سيف انت الكلام بتاعك ده ايه؟ ها ماله زين؟ هو زين كده طول الوقت عنده عصب مكشوف. ويعرف دعاء منين؟ متربيين مع بعض عن تربيه، ويعني معلش عن تربيه، انا مش عايزك تزعل من اللي حصل يعني، ولا تزعل من زين. هو غشيم ومدب بس قلبه ابيض وطيب وصاحبي، ويعني لو احتجته في اي حاجه الاقي كتفه في كتفي، ولو حتى فيها موت. تعجبني جدع وشاف. طيب سيبك بقى من زين وخلينا فينا احنا، انا ان شاء الله عنتر بيه هريحك على الاخر. انا بقول لك ايه، ما تيجي معايا ها، هنقعد كده حته هاديه ها عشان نعرف نتكلم، ايه رايك؟ ماشي عنتر بيه، يلا بينا. اتفضل. خلاص بقى يا دعاء، حرم عليك نفسك، كفاية عياط، الموضوع خلص خلاص. هو ده اللي خلص يا دنيا؟ انت عارفة يعني ايه زين يشوفني انا بالمنظر اللي انا كنت فيه ده؟ يا اختي ما يشوفك، هو انت كنت عملتي ايه؟ اهدي بقى، حرام عليكي. انا عمري ما هعرف ارفع عيني فيه تاني، عيني هتفضل مكسورة قدامه طول عمري. بقولك ايه، بطلي هبل عشان الكلام ده بيحرق دم. يعني انت شغلك هنا احسن من الكافيتيريا؟ ما طبعا احسن من الكافيتيريا. والله اصلا البه بتاعك كان جاي هنا يعمل ايه؟ ما كان جاي يسهر ويشهيص، ولا هو يعني حلال عليه وحرام علينا احنا؟ احنا هنا جايين بنشتغل، مش جايين نسكر ونتسرمح. تفتكر يا دنيا زين ممكن يسامحني وينسى اللي حصل ده؟ بتقولك ينسى؟ بقولك ايه، انا مش هرد عليكي، لأن الكلام اللي بتقوليه دوت مش داخل ذمتي بنكله. لو بيصرف عليكي يا حبيبتي خليه يقطع المصروف، يا اما يروح يعد الارض. اهدي اهدي يا ماما، اعرفي مصلحتك فين. حرام عليك اللي انت بتعملي في نفسك، ده انت لسه في عز شبابك. خليني بقى اروح اشوف عزام، ده تلاقيه زمانه دلوقتي مولع.
ما هو كان بيجي قبل كده بسلامته علشان يشوفك. اشمعنى المرة دي لما شاف الست دعاء اتجنن وشاط وعمل قلق ده كله؟ هنعمل بس يا عزام بيه، عقله صغير، نمنمة، عصافيري. بنت انتي، انت هتلف وتدور عليا؟ هات من الآخر أحسن. ما هو بصراحة صراحة بقى من الآخر، الواد زين بيحب دعاء، وفي بينهم كده نظام إن هم صغننين. حبيبة القلب يعني. حاجة كده يعني. وطبعا هو ما كانش يعرف إنها بتشتغل هنا. بس عارف دلوقتي. ما تخافش يا عزام بيه، أنا حوصي حربي إن هو يعقله، وكل حاجة هترجع زي الفل وزي ما أنت عايزه أكتر كمان. طب دلوقتي بقى بعد الغندور، ما شاف الغندورة وهي بترقص وبتغني هنا، تفتكر الست دعاء هتكمل معانا ولا مش هتقدر على زعل الباشا؟ هي وشقها بقى. أنا أهم حاجة عندي زعلك أنت يا عزام بيه والله، أصل هي وزين من طرفي ما ينفعش. لو انت عايزاني ما ازعلش منك فعلا، لازم تقنع دعاء انها تكمل معانا شغل هنا. اشمعنى؟ انت هتخش القفل يا بت. لا يعني مش قصدي، بس يعني انت اول مره اشوفك كده متمسك بحد بالشكل ده. ايوه يا ستي، اصل بصراحه كده رشوان بيه معجب بيها، ورشوان بيه ده صاحبي، وانا ما اقدرش على زعله، فانا عايزه تفضل وياه، وقدام شويه كده انا هرمي له بنتين ثلاثه لحد ما تعجبه واحده ثانيه، ساعتها بقى تقعد تمشي تغور في 60 داهيه مش هتبقى فارقه معايا. انا كده بقى فهمت. ما تخافش يا عزام بيه، انا هقعد معاها وحلين دماغها كويس قوي، وساعتها بقى تبقى حبيبه بابي. والنعمه ده بس اللي يهمني يا حبيب قلبي يا بابي. يا كدابه. اتفضل يا حربي. يزيد فضلك يا عنتر بيه. هنا بقى نتكلم براحتنا بكل رواقه. مش كنا جينا هنا من الاول؟ اهو ما كانش حصل اللي حصل ده. فوتك من اللي حصل. تعالى نتكلم في اللي هيحصل. ايه رايك يا حربي نبدا صفحه جديده؟ ها؟ وانا وعدك وعد شرف ما حدش يأذيك. انا عارف انك مأمن نفسك زين عشان اللي حصل يعني. ايه قولك؟ ماشي يا عنتر بيه، نبدا صفحه جديده، بس ما يبقاش فيها غدر. انا وعدتك وعد شرف. المشكله مش فيك يا عنتر بيه، المشكله في التانيين دول، عم رشوان وعم عزام. واحد عصبي ومتهور وراكب دماغه، والتاني ما اعرفش حاطط نقره من نقرنا ليه. من الاخر كده دول غلاويين ومش مضمونين. انا وعدك ما حدش منهم يقدر يقرب منك. ماشي، بس النوبة الجاية ما فيهاش رجوع. عارف يا حربي، لو صدقت معايا تبقى واد جدع راجل، اخدمك بعناية التنين. قول لي ايه اللي في دماغك؟ والله يا باشا اللي في دماغي كل خير. طب قول لي عليه، فهمني، خلينا معاك على الخط يعني. الحقيقة عن تربيه أنا عندي اقتراح هيريحنا ويريحكم على الآخر. دو إيه؟ البضاعة الوقت كانت خارجة من مخزن رشوان رايحة مخزن عندك، صح الكلام؟ إيه، وبعدين؟ واللي أنا فهمته إن البضاعة بتروح على مخزن رشوان، ومن هناك بتخرج تتحط في عربية من عربياته، والعربية دي بتوصلها لحد المخزن عندك، ومن عندك بقى الله أعلم بتروح على فين. كل ده بيحصل ورجالتكم اللي لا مؤاخذة يعني ما يسووش 3 مليم ماشيين وراها من هنا لهنا لهنا، بيراقبوها ويأمنوها ويعرضوا نفسهم ويعرضوكم للخطر. أنا بقى شايف إن كل ده ملوش أي لازمة. قصدك إيه؟ قصدي يعني إن إحنا مستعدين نقوم بالدور ده مكانكم، نبعد عنكم المخاطر دي خالص. نستلم ونوصل ونسلم. يعني من الآخر كده نستلم إحنا البضاعة، وسعادتك تقول لنا على المكان اللي عايز توديها فيه، واحنا نوصله بمعرفتنا. ايه يا حربي؟
واحنا طراطير ولا ايه؟ قاعدين طراطير. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ليه بس يا عنتر بينا قلت حاجه غلط؟ لا كلام مش غلط لكن صعب، صعب قوي يا حرب. صعب ليه بس يا باشا؟ صعب ليه؟ ده احنا كده هنوفر عليكم مخاطر ملاش اول من اخر، وكل ده يعني في مقابل عمولة بسيطة ليا انا ورجالتي، واكيد العمولة دي هتبقى اقل بكتير من المصاريف اللي بتصرفوها على تأمين عمليات النقل والمراقبة. وطبعا اول عملية هتكون البضاعة اللي عنديكم، وهتبقى بداية يا باشا، وهو جربونا فيها. والله مشيت الامور تمام التمام، وانبسطتوا مننا ندخل معاكم في اللعب. ما ارتحتوش خلاص، انتوا عندكم بضاعتكم واحنا عندنا العمولة بتاعتنا، وخالتي وخالتك وتفرقوا خلاف. حلو الكلام؟ مش عارف اقول لك ايه يا حربي. قول على البركه يا باشا. مش سهل يا حربي، مش سهل. انا مش بشتغل لوحدي، لا انا بشتغل مع ناس كبار، هم اللي يقولوا اه او يقولوا لا. قصدك يعني على رشوان وعزام بيه؟ رشوان وعزام دول زيهم في ناس فوق. عدلي بيه؟ عدلي بيه ده مجرد برسال، فيه ناس فوق. فوق؟ في ناس فوق كمان يا باشا؟ ده زي الافلام بقى، يعني الراجل التاني والراس الكبيره والحاجات اللي بتشوفها دي. يعني احنا بنشتغل مع ناس كبيره، كبيره قوي، مفيش قلوبهم رحمه، محدش يقدر يوصل لهم ولا يقرب منهم. تعرف احنا قعدنا سنين طويله ننحتوا في الصخر عشان يطمنوا لنا ويوافقوا ان احنا نشتغل معاهم، فهمت؟ بس احنا يا باشا دخلنا اللعبه دي بصدفه كده، وبقينا عارفين كل حاجه، وبتهيألي برضو البضاعه اللي عندنا دي اللي تساوي ملايين ممكن توفر علينا السنين الكتير اللي سعادتك بتقول عليها دي، وتدخلنا في اللعبه اوام اوام. على العموم انا هقول لهم ولو اني حاسس يعني انهم مش هيوافقوا. بلاش نقدر البلا قبل وقوعه باشا، وبرضو يعني ايه، طالما سعادتك بتقول ان هم ناس كبار يبقى اكيد تفكيرهم هيبقى كبير زيهم وهيدونا فرصتنا. وبرضو يعني كلمتين كده من سعادتك تزكينا عندهم هيبقوا حلوين قوي، واحنا يعني مش هنقصر رقبتك قدامهم. ولو رفضوا؟ لو رفضوا بقى يا باشا يبقى عوضهم على الله في البضاعه اللي عندنا، وزي ما سعادتك قلت البضاعه اللي عندنا دي تساوي ملايين، ومفيش حد مجنون اليومين دول يفرط في الملايين كده بسهوله.